ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع، أي في الدنيا، فبدت أساوره، يعني الساعة بتاعته مثلا، يعني اللي لابسها ظهر بس كده للدنيا، يقول لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل من أهل عليين، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. شو ربنا عز وجل في سورة الواقعة عليه ثلاث صنف الناس ثلاث أقسام، قال إيه؟ والسابقون الإيه؟ السابقون أولئك الإيه؟ المقربون. الصنف الثاني وأصحاب الإيه؟ اليمين، والثالث أصحاب الشمال. فأنت خلي بالك، يتبقى من السابقين يتبقى من إيه؟ من أهل اليمين، وأوعى تروح للثالثة أصحاب الشمال. فيقول إن الرجل من أهل عليين لا يخرج من قصره، فإذا خرج خرج نوره إلى كل قصور الجنة. بنتاع في الجنة كده تلاقي إيه؟ في نور جاء عليك، فيقال أي نور هذا؟ فيقال هذا نور رجل خرج من أهل عليين. سبحان الله. طيب أنت في الجنة بقى شكلك عامل إزاي؟ ده أول حاجة في النعيم. الله عز وجل يعيد الخلق، يعيدنا مرة أخرى نشأة تانية. يقول صلى الله عليه وسلم عن ابن الجنة، يقول ابن 30 سنة. أول حاجة سنة كام؟ 30 سنة. يقول على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب. حديث صحيح. يعني اللي يحصل سنك خلاص راح، العجز ده كله يروح، سنك 30 سنة جردا مفيش شعر، لا على لحيتك شعر ولا على وشك شعر، وشك ملمع وجميل زي الفل. ها طيب ايه تاني؟ يقول على مسحة آدم. سيدنا آدم كان طوله قد ايه؟ على ربيض تبقى في الجنة طولك قد ايه؟ 60 ذراع. على مسحة آدم وصورة يوسف. ايه ده؟ يعني كلنا شكل بعض؟ لا مش شكل بعض، معناها انك صورتك اللي انت فيها دي هتبقى اجمل ما يكون، كما اوتي يوسف ايه؟ شطر الحسن. وعلى قلب ايوب عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لانه ما وجد على ظهر الارض قلبا كقلب ايوب عليه السلام، في غاية الطيب عليه الصلاة والسلام. مش بس كده، وتزداد كل جمعة حسنا وجمالا، يعني كل جمعة يحصل حاجة اسمها الزيادة. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لسوقا، مجتمع يعني، يأتونها كل جمعة فيها كثبان المسك، فإذا خرجوا إليها أتت ريح الشمال فتحسو في وجوههم وثيابهم وبيوتهم مسكا فيزدادون حسنا وجمالا. يعني هنروح المكان الواسع ده يوم الجمعة كلنا، اللهم اجمعنا جميعا يا رب في هذا المكان. المكان ده فيه كده كثبان من مسك، زي ايه؟ زي الجبال الصغيرة من المسك. اول ما نروح تيجي ريح فتطير المسك ده على وشك وعلى ثيابك وعلى بيوتك. يقول فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون الى اهليهم، فين؟ في قصورهم، زوجاتك بقى في الجنة. ها فيزدادون ايضا حسنا وجمالا فيقولون لهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيردون عليهم وأنتم ازددتم كذلك حسنا وجمالا. أثناء بقى التحفة الربانية ليه إيه؟ أنت الحمد لله كنت صالح أنت ومراتك وعيالك، فلما جينا ساعة الحساب الدرجات مش متساوية، واحد منكم أعلى من التاني مثلا، ممكن تبقى الزوجة ما شاء الله كانت 100 100 وبقت أعلى منك، أو أنت أعلى من زوجتك، أو عيل من عيالك ختم القرآن وكم من أهل القرآن فربنا رفعه، فواحد مثلا في الدرجة 100 والتاني في 60 والرابع مثلا في 20، بس الكل فين؟ كل في الجنة. فربنا يعمل إيه من كرمه؟ يرفع أدنى واحد ليه؟ للأعلى، كله يطلع للفوق. هكذا كرم الله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. نساء أهل الجنة بقى اللي هم زوجاتك في الجنة والحور العين، طبعا لن أكثر في ذلك، سأقتضب ما أمكنني يعني، لكن إنما هي إشارة. الله عز وجل ماذا قال؟ قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. بعدها ربنا قال إيه؟ قال كأنهن، ربنا بيقول لك أنا مش هقول لكم عاملين إزاي، هديك مثال، كأنهن الياقوت والمرجان. المرأة في الجنة عاملة زي الياقوتة وزي المرجان. في الآية الثانية قال سبحانه وتعالى وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. قال لك هنا الآية دي بتتكلم على
لين الجلد لما تكسر البيضة المسلوقة الحتة اللي هي بعد القشرة المعمولة هي البياض يعني عامل ازاي في غاية الايه الليونة. تخيل بقى اهو ده الجلد وده اللون. يقول صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض واحدة بس لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا وطيبا ولا نصيفها الخمار اللي على رأسها ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما عليها. لبسة إيه بقى هي؟ يقول صلى الله عليه وسلم على كل زوجة 70 حلة يبدو مخ سوقها من وراء اللحم والعظم. ما شاء الله. طيب يعني جايز يبقى بينهم مشاكل وفي نكد زي الدنيا؟ لا، ربنا عز وجل قال في القرآن ولهم فيها أزواج مطهرة. يعني مطهرة؟ مطهرة من كل أذى، لا في نكد ولا في غم ولا في حزن ولا في تباغض ولا في كلمة وحشة ولا في صوت عالي ولا في حيض ولا في نفاس ولا في ريحة وحشة. الله تعالى يطهرها تطهيرا. إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين فيهن خيرات حسان كما قال الله سبحانه وتعالى. أحد الصحابة يقول له يا رسول الله هي الجنة فيها خيل؟ واحد يقول له أنا بحب الخيل، الجنة فيها خيل؟ قال إن أدخلك الله الجنة جعل لك خيلا بجناحين تطير فيها حيث ما شئت. أختم بهذا الحديث إن الجنة أخوانا كما قال سبحانه وتعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. أنت في الجنة كل ما تريده وفوق ما تريده ستجده، لكن هذه الجنة لها ثمن. ربنا قال في القرآن إيه بقى؟ قال وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لازم تقدم ثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يعملوا إيه بقى؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بعد ربنا قال بقى وصف الجنة نعد كده التائبون. أول حاجة تعملها الشهر ده توبة. ابدأ الشهر بتوبة، يا رب أنا بستغفرك وتوب ليك من أي ذنب عملته. التائبون العابدون، إن وكده من النهاردة إنك رمضان كله هتضيف التعبد ولن تضيع فيه وقتك. التائبون العابدون الحامدون السائحون يعني الصائمون السائحون الراكعون الساجدون الصلاة الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. آخر حاجة مهمة جدا جدا والحافظون لحدود الله. خسران اللي يضيع كل ده بأنه يعمل إيه؟ أنه يعصي ربنا سبحانه وتعالى. احفظ عينك واحفظ فرجك واحفظ لسانك واحفظ بطنك من الحرام. عجيب أمر هذا العبد الذي يأتي إلى الصلاة والصيام والقرآن وهو مصر أن يأكل المال الحرام، هو مصر أن يرى بعينه الحرام، هو مصر أن يقول الكلام الحرام. أي صيام هذا وأي طاعة هذه؟ إذن أول شيء كف عن الحرام واتق الله سبحانه وتعالى ثم اجتهد في طاعة الله لعل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في سوق الجنة. قل قولي هذا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.